الدين ومحمد رابطة غير نضل صمدي. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه 43. هو يوم حمل في بدايته تطورات عدة لجهة عدد الشهداء الذين ارتقوا بفعل المجازر المتنقلة لطائرات الاحتلال ومدفعيته، أو لجهة رد المقاومة من غزة إلى لبنان، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع إرمس 450 متعددة المهام. يرافقنا في هذه الساعة مراسلانا في غزة محمود العوضي وأحمد غانم، ومن جنوب لبنان حسين السيد سيكون معنا أيضا في هذه الساعة. وأرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان السيد سليمان النمر، الصحفي المتخصص بالشؤون الخليجية، ومن حيفا الخبير بالشؤون الإسرائيلية السيد أمير مخول. مرحبا بكم جميعا. سنبدأ من مستشفى الشفاء، حيث نقل مراسلنا عن رئيس قسم الجراحة في المستشفى أن الاحتلال أبلغهم إخلاء المستشفى من الموظفين والمرضى والجرحى، وفي خان يونس استشهد 28 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي لدى استهدافها أبراج حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كذلك أدى استهداف طائرات الاحتلال حي التفاح شرقي غزة إلى ارتقاء شهداء وجرحى. يا رب. أفتتح معك أحمد غانم، كان هناك أنذار بضرورة إخلاء المرضى من المستشفى حيث أنت، في تفاصيل أوفى معك إضافة إلى جولة مستجدات ميدانية. نعم محمد، الأوضاع تبدو أكثر سخونة وخطورة في قطاع غزة، لا سيما بعد اتصال الجيش الإسرائيلي لإدارة مجمع الشفاء الطبي وطلبت إليه إخلاء الجرحى وطبعا الموظفين طبعا والمرضى من داخل مجمع الشفاء الطبي. بحسب المعلومات فإن حالة هلع وخوف شديدة سيطرت على كل من هم بداخل المستشفى، أيضا من النازحين، لأنه لم توضح قوات الاحتلال الإسرائيلي لا آلية الخروج ولا آلية يعني الانسحاب حتى هذه اللحظة. لكن الجيش الإسرائيلي كان يعني قبل دخول مجمع الشفاء الطبي كان قد وضع أو رسم خط سير لمن يريد الخروج من مجمع الشفاء الطبي للخروج من شارع الوحدة، وهو الشارع المطل على البوابة الشرقية لمجمع الشفاء الطبي باتجاه مفترق ضبيط، ومن ثم باتجاه شارع الجلاء، وأخيرا يتوجه من شارع الجلاء إلى شارع صلاح الدين، حيث سيتوجهون جنوبا إلى المناطق الوسطى والجنوبية. لكن حتى هذه اللحظة لم يعرف طبيعة أو آلية التحرك أو حتى خط السير لهؤلاء المرضى والجرحى وكذلك الطواقم الطبية. هناك إصرار بحسب ما علمنا من إدارة المستشفى يعني سحب الجرحى والمرضى من المستشفى معهم يعني أثناء عملية الإخلاء، لكن ينبغي الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية وبالغ الخطورة، وكيف سيتم نقل أعداد كبيرة من الجرحى المصابون بحالات خطرة والموصولون على ما تبقى من يعني طاقة شمسية. هناك أعداد من الجرحى، هؤلاء كيف سيتم نقلهم؟ بعضهم مصاب ببتور وبعضهم مصاب بحالات خطرة، لا أعرف كيف سيتم، أو لا تعرف الوزارة كيف سيتم نقلهم، هل سيسيرون مشيا على الأقدام، خاصة أنه لا الصليب الأحمر ولا مؤسسة دولية حتى هذه اللحظة تدخلت في هذا يعني ولا الأمم المتحدة تدخلت في هذا الموضوع بالتالي أيضا هناك أعداد كبيرة من مرضى الكلى، هؤلاء كبار في السن يحتاجون إلى من يجرهم عبر يعني عربات متنقلة يعني كراسي متحركة، الكراسي المتحركة كيف سيتم نقلهم وكيف سيتم سحبهم؟ الأطفال الخدج أيضا هناك ما يزيد على 30 طفلا، كيف سيتم إخلاؤهم من المستشفى؟ نحن نتحدث عن كارثة أكبر من كارثة الإخلاء. الآن إخلاء هذا المستشفى يعني قطعا حكما بالإعدام على عدد كبير
من يعني من المرضى والجرحى، لانه نحن نتحدث عن يعني ما تبقى ربما من اسطوانات اكسجين للجرحى يعني المصابون بحالات خطره. طب اجهزه دعم التنفس او دعم الحياه هذه كيف سيتم نقلها؟ بالتالي اعتقد اننا سنكون امام كارثه كبيره خلال هذه الساعه، خاصه ان الحديث يدور عن مهله مدتها ساعه، مضى منها ما يزيد على نصف ساعه الان، وما تبقى من المهلة هل هي كافية لأن يخلى ما يزيد على 6000 نازح؟ هذه الأرقام رسمية من قبل الناطق باسم وزارة الصحة، يقول أن أكثر من 6000 نازح ومريض وكذلك جريح ومن الطواقم الطبية موجودون داخل المستشفى، كيف سيتم إخلاؤهم في ساعة واحدة من المستشفى؟ الأمر الآخر طوال يعني أو في على امتداد الشارع الذي تحدثت عنه شارع الوحدة، الآليات والدبابات الإسرائيلية متواجدة، هل هنالك أي ضمانات لمرور آمن لهذه الطواقم الطبية والجرحى والشهداء أم لا؟ لا أحد يضمن على الإطلاق لهذه الطواقم الطبية المرور بشكل سليم وبشكل آمن. إذن نحن نتحدث عن كارثة حقيقية محمد بهذا الإخلاء، يعني ربما أن إسرائيل تمهد لتدمير المستشفى بشكل كامل، ربما لا تريد أي شهود بالمطلق على هذه الجريمة. طبعا بعد عودة شبكة الاتصالات أضحت الأخبار تخرج تباعا من المستشفى، ربما لا تريد إسرائيل لهذه الرواية أن تخرج لما جرى أن يخرج، لأننا نتحدث عن مجازر. هذه الليلة كانت ليلة سوداء على سكان قطاع غزة. إسرائيل ضربت في كل مناطق القطاع من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، أعداد كبيرة وغفيرة من الشهداء ارتقت في قصف إسرائيلي متفرق. مدينة حمد مجزرة، 30 شهيدا في 3 شقق سكنية، 25 حالة خطيرة حتى اللحظة. أعداد الشهداء تتزايد، خاصة أن الرعاية الطبية تتناقص في ظل هذا الحصار الإسرائيلي المشدد على كل شيء في غزة فيما يتعلق بدخول المواد الطبية والمستهلكات وحتى سفر الجرحى والمرضى. 6 شهداء في قصف منزل قبل قليل في دير البلح لعائلة أبو قطيفان، 12 شهيدا أيضا في قصف متفرق في خان يونس بعيدا عن مدينة 10 شهداء بعيدا عن مدينة حمد. في رفح جنوب القطاع غارات إسرائيلية متفرقة، الضربة الأكبر كانت هي في منطقة الصبرة والزيتون، منزل عائلة الصواف، عشرات الشهداء في منطقة التفاح. الصبرة تتعرضت إلى كارثة كبيرة، قصف عنيف بالمدفعية طال عدد كبير جدا من المنازل بحسب روايات شهود العيان التي نقلوها للميادين، تحدثوا عن دمار كبير في تلك المنطقة وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. شمال القطاع تعرض إلى أحزمة نارية في محيط المستشفى الأندونيسي، مدارس للنازحين في تل الزعتر تعرضت للقصف يعني وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. قصفت إسرائيل منطقة الجلاء أيضا ليلة أمس، دفع معظم الناس في تلك المناطق بأحزمة نارية إلى التوجه إلى المنطقة الشمالية إلى ناحية المستشفى الأندونيسي، لأن الدبابات متواجدة في محيط المستشفى المعمداني لا يستطيعون نقل جرحاهم إلى ذلك المستشفى، لذلك يتجشمون على مسافات أكبر باتجاه مستشفيات الشمال. ما وصل حتى الآن إلى تلك المستشفيات منذ ساعات الصباح الأولى ما يزيد على 63 شهيدا. إدارة المستشفى الأندونيسي منذ الصباح تتحدث المعلومات أنها دفنت ما يزيد على 80 شهيدا في باحات المستشفى في مقبرة جماعية، وربما الزميل محمود العقبية يؤكد هذا الأمر، لكننا ما زلنا نتحدث عن ارتكاب إسرائيل مجازر كبيرة جدا في معظم مناطق القطاع. إسرائيل تصعد من عدوانها، لعل هذا التصعيد الأخطر الآن في عملية إخلاء مجمع الشفاء الطبي. ماذا تريد بالاستفهام أو بعلامة الاستفهام العريضة، ماذا تريد إسرائيل من عملية الإخلاء بعد فشلها طوال الأيام الماضية في إيجاد ولو دليل واحد يدين المقاومة الفلسطينية بأنها اتخذت من هذا المستشفى مكانا أو مقرا يعني عسكريا، كما قالت الوزارة بأن هذه السياسة الإسرائيلية هي سياسة مطبوحة بعد أسابيع من عملية التحريض على المستشفى باعتباره مركزا عسكريا للمقاومة. إذا نحن أمام ساعات خطرة، المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر والأمم المتحدة، هل سيكونان موجودين أثناء عملية الإخلاء؟ هل ستتوفر السيارات النقل لعشرات المئات المرضى والأطفال الخدج؟ هل ستتوفر سيارات العناية الفائقة؟ طبعا بطبيعة الحال هي أصلا غير متوفرة في المستشفيات، ومعظم الإسعافات تعمل على أقل
قدر ممكن من الطاقة والوقود. هل ستتوفر سيارات يمكن أن تنقل هؤلاء الشهداء وعفوا الجرحى والمرضى وكذلك الأطفال الخدش والطواقم الطبية؟ معنى أن يتم إخلاء هؤلاء أنهم سيسيرون عدة كيلومترات من بوابة مجمع الشفاء الشرقية باتجاه شارع صلاح الدين، سيقطعون عدة كيلومترات، ربما ثلاثة إلى ثلاثة ونصف أو أربعة كيلومترات تقديرا، 4 كيلومترات. لا أعرف كيف سيتحمل المرضى والجرحى الذين أصلا يعني جزء كبير منهم بحالات بتور، جزء كبير منهم مثبت في أقدامه وفي أيديهم أسياخ معدنية لبلاتين يعني الذي يعرف بلبلاتين، كيف سيتنقلون؟ هل صحتهم تسمح بذلك؟ الموصلون على أجهزة التنفس الصناعي وكذلك أجهزة دعم الحياة كيف سيتحركون؟ هل هناك ضمانات حقيقة كل هذه الأسئلة؟ لا جواب عنها حتى اللحظة محمد، وهذا يطرح يعني هذا يطرح سؤالا مهما حول مصير جزء كبير من هؤلاء. سنكون معك أول بأول حول تفاصيل ما ذكرته أحمد مع كل جديد. اسمح لي أن أنتقل إلى محمود العوضي من أمام محيط مستشفى الإندونيسي أيضا في غزة. لو تطلعنا محمود على أوضاع محيط المستشفى لديك ومجمل التفاصيل والمستجدات الراهنة حولك. نعم محمد، يعني هنا الوضع كارثي في شمال قطاع غزة، بمعنى الكلمة أن في كل يوم تزداد فيه هذه المعاناة لأبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، المناطق المحيطة بمستشفيات قطاع غزة، لا سيما الثلاث مستشفيات الكبرى هنا، المستشفى الإندونيسي والمستشفى الشهيد كمال عدوان ومستشفى العودة الذي اقتصرت خدماته فقط على الأمور الخدماتية وطبعا النساء والولادة، وبالتالي يبقى الضغط الأكبر هنا على المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. منذ صبيحة هذا اليوم يعني كما تحدث أحمد، فقط خلال ساعة الفجر حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفى الإندونيسي أكثر من 80 شهيد، بينما ملقى على الأرض هنا أمام ثلاجات الشهداء أكثر من 250 شهيدا منذ الأمس وحتى هذه اللحظة فقط في داخل المستشفى الإندونيسي. مستشفى كمال عدوان يوجد بداخلها أكثر من 70 شهيد كما أخبرتنا المصادر الطبية في مستشفى الشهيد كمال عدوان، فبالتالي أكثر من 300 شهيد منذ الأمس وحتى هذا الصباح خلال استهدافات الاحتلال الإسرائيلي والأحزمة النارية التي ما زالت حتى هذه اللحظة تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معسكر جباليا امتدادا من منطقة مشروع بيت لاهيا وحتى منطقة الفالوجة طوال الليل، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل بالمدفعية، عشرات الشهداء جراء هذه الاستهدافات من جانب، وأيضا الأحزمة أو القنابل الدخانية التي تطلقها قنابل الاحتلال التي تطلقها طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة هي طبعا بمثابة قنابل حارقة لمنازل المواطنين التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشعل نيران كبيرة في منازل المواطنين، أيضا تقوم بإحراق ممتلكات والأراضي الزراعية، تقوم بإشعال نيران كبيرة هذه القنابل منذ أول أمس وحتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل بالمئات في سماء شمال قطاع غزة، أيضا الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بالأمس في مدرسة تل الربيع في مدينة بيت لاهيا، أيضا ارتقى عشرات الشهداء إثر هذه المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، أيضا ارتكابه مجزرة في مسجد أبو الخير في منطقة جباليا الزرن، وهذا المسجد ليس المرة الأولى التي يستهدفه فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا المسجد، هذه هي المرة الثالثة التي يتم استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهذا المسجد، يتم بناؤه ومن ثم يستهدفه الاحتلال الإسرائيلي في كل عدوان، فبالتالي مجازر كبيرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي هنا في شمال قطاع غزة. نحن نتحدث عن وضع كارثي محمد في داخل المستشفى الإندونيسي، لا يوجد متر مربع خالي من جريح أو خالي من مريض في داخل المستشفى الإندونيسي، هنا الوضع في قمة الخطورة، الأطباء يرفعون أيديهم نتيجة للعجز الكبير الذي يعانون منه جراء استشهاد عشرات الشهداء وهم ملقون على الأرض نتيجة عدم مقدرة الكوادر الطبية على التعامل معهم على إثر الحالات الكبيرة والأعداد الهائلة والضخمة التي تصل هنا إلى داخل المستشفى الإندونيسي. كما أشار أحمد بأن الحالات التي لا تستطيع الوصول إلى المستشفى المعمداني بالرغم من طول المسافة إلا أنهم يأتون بهم هنا إلى داخل المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. الوضع هنا كما أخبرت إدارة المستشفى هو خرج فعليا عن السيطرة
فبالتالي هنا يوجد آلاف الجرحى وآلاف المرضى في داخل ساحات المستشفى الأندونيسي، ملقونة على الأرض، ملقونة في الطرقات، ملقونة في ساحة وممرات المستشفى على الأرض بدون لا غطاء وبدون لا سرير وبدون أي رعاية طبية. بالأمس شاهدنا عشرات الشهداء يستشهدون جراء ليس إهمال الكادر الطبي ولكن جراء عدم مقدرة الكادر الطبي للتعامل مع هؤلاء أو مع تلك الحالات، فبالتالي يفقدون حياتهم إما من خلال نقص الأكسجين أو الرعاية الطبية أو حتى من خلال النزيف أو الجرحى وعدم مقدرة الكادر الطبي إدخالهم إلى غرف العمليات في داخل المستشفى الأندونيسي. نؤكد بأن الأطباء هنا بدأوا يتعاملون وفق سياسة طيب شكرا لك حتى الساعة محمود العوضية، نعتذر منك. مضطرون ننتقل إلى قزوين في إيران، هذه الفعالية الداعمة لغزة بوجه العدوان، حيث تنظم أكثر من فعالية في أكثر من مدينة إيرانية بتوازي هذه التظاهرات تنديدا بطبيعة الحال بالجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال. من قزوين ينضم إلينا مراسلنا مالك عابدة ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية والعناوين التي ترفع والشعارات والهتف. إليك مالك. نعم محمد، صباح الخير. منذ دقائق انطلقت هذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة في مدينة قزوين كما تشاهد خلفي في أوروبا. آلاف الناس، آلاف الرجال وآلاف النساء يشاركون في هذه المسيرة التي خرجت تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني في غزة وتحديدا لأطفال غزة، كما هي الشعارات المكتوبة هنا والهتافات التي يصطح أو تصدح بها حناجر هؤلاء الناس المتواجدين هنا. الشعار الأبرز هنا في مدينة قزوين: من قزوين هنا فلسطين. هذه العبارة هي التي يرددها هؤلاء الناس المتواجدون هنا دعما للقضية الفلسطينية ودعما للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي. هذه المسيرة التي انطلقت في قزوين يشابهها في آلاف المدن والقرى ومراكز المدن في كافة أنحاء إيران من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، مسيرات مشابهة تنطلق، بعضها انطلق قبل قليل تزامنا مع هذه المسيرة في قزوين أي في تمام الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي، وبعض منها سوف ينطلق بعد ظهر اليوم كما هو الحال في العاصمة طهران، حيث من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 3 بتوقيت طهران. أما هناك بعض المدن سوف تنطلق هذه المسيرات فيها مساء كمدينة مشهد أي في الساعة 6. يمكن القول باختصار أن اليوم هو يوم كامل، هو يوم فلسطيني كامل في إيران، في كافة أنحاء إيران، الجامعات، المدارس، المؤسسات الحكومية، الدوائر الإدارية، كلها اليوم أعطت الإجازات وأعطت أذونا للموظفين من أجل المشاركة، من أجل إتاحة المجال والسماح للموظفين وطلاب الجامعات وطلاب المدارس من أجل المشاركة في هذه المسيرات الحاشدة والضخمة كما ذكرنا سابقا. كما نلاحظ النساء هنا ترفع الأيادي وتهتف، البعض منهن يرفعن شعارات والبعض منهن أيضا يصدحن ببعض الشعارات. دعني أترجم البعض منها، فهي شعارات في الحقيقة مهمة وتعبر عن عمق التضامن والدعم الشعبي هنا في إيران من أجل القضية الفلسطينية. الشعار الأول شعار الدين، شعار الدين هو فلسطين فلسطين. يا أيها المسلمون، غزة تحولت إلى حمام من الدم، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إسرائيل مهزومة وفلسطين منصورة، الصهاينة يرتكبون المجازر والشيطان يدعمها أي أن أمريكا تدعمها. هذا كان ترجمة سريعة لأبرز الهتافات وأبرز الشعارات التي يطلقها المشاركون في هذه المسيرة الجماهيرية هنا في مدينة قزوين. أيضا ما الذي يطالب به الناس هنا؟ ما هو الهدف
الرئيسي الذي جاء الناس إلى هنا من أجل إيصاله، وما هي الرسالة التي يودون إرسالها؟ الرسالة الأولى، يطالب المشاركون هنا بأولا إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة. هذه هي المطالب الأولى والتي يطالب الناس هنا بأن يتم تحقيقها من قبل المجتمع الدولي. المطلب الثاني هو فتح المعابر الحدودية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وإدخال الوقود وإدخال المساعدات الطبية، لا سيما المساعدات الإيرانية التي تود إيران أو التي أرسلتها إيران وتود إيران إرسالها من أجل المقاومة ومن أجل الشعب في فلسطين. هذا من ناحية ثانية. أما من ناحية ثالثة، الناس هنا تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية بلعب دور أكبر ولعب دور أكثر فعالية واتخاذ قرارات حقيقية وفاعلة من أجل. نلاحظ هذه الصورة، دعنا نتابع هذه الصورة، وهي مدرسة إحدى المدارس هنا في طهران، في قزوين. الطلاب المدارس هنا جاءوا يرفعون دماهم، يرفعون الدمى التي جاءوا بها من منازلهم، وضعوا عليها بعضا من الحبر وهم يعبرون وكأنها أطفال غزة الذين قصفوا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وقد أصبحوا متحممين بدمائهم. هذه صورة معبرة في الحقيقة، تعبر عن الدعم الإيراني للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الإيراني لأطفال غزة ونساء غزة. نلاحظ العلم الفلسطيني يرفرف هنا في هذه المسيرة، نلاحظ الشعارات، نلاحظ الهتافات. في الحقيقة يعني هو مشهد يعبر عن عمق المشهد هنا. سوف أستغل هذا الموضوع وسوف أخذ يعني مقابلة بسيطة مع إحدى السيدات هنا. تفضلي بفرمت سركار خانم، از کجا آمدید و هدف شما از شرکت در این راهپیمایی چی هستش؟ سلام علیکم، من از قزوین مدیر مدرسه هستم. به اتفاق دخترانم که برای کودکان غزه نگران هستن، امروز اومدیم که ندامونا به سراسر جهان برسانیم و بگیم که ای آزادگان جهان، کودکان به بازی، به شادی نیاز دارن، کودکان به عروسک نیاز دارن، نه به بمباران. اومدم بگم مادران غزه، همچنان که ما 8 سال دفاع مقدس زیر شدیدترین بمباران های دشمن ایستادیم، مقاوم باشید، شما پیروزید. خیلی ممنون. قالت لهذه السيده انهم من قزوين ويطالبون العالم بوضع حد للممارسات الصهيونيه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الاطفال الفلسطينيين. فالاطفال الفلسطينيين بحاجه الى العاب، بحاجه الى دمى يلعبون بها، ولا يحتاجون الى القنابل والى الصواريخ التي تنهار على منازلهم. اذا هذا كان جزء بسيط محمد من هذه المسيره الجماهيريه في مدينه قزوين، دعما للشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه واطفال غزه. شكرا لك مالك عابد مراسلنا، كنت معنا من قزوين في هذه الفعاليه الداعمه لغزه من هناك. ودعما للشعب الفلسطيني ومسانده لعمليه طوفان الاقصى، اعلنت المقاومه الاسلاميه في لبنان اسقاط طائره مسيره اسرائيليه فوق منطقه اصبع الجليل. الطائره من نوع ارماس 450، وهي طائره مسيره قتاليه متعدده المهام، تم اسقاطها بصاروخ ارض جو فجر اليوم. وبحسب الاعلام الحربي للمقاومه، شوهد حطام الطائره يتساقط. حسين السيد مراسلنا من جنوب لبنان، مرحبا بك، لعله تطلعنا في هذه الاحاطه على ابرز المستجدات الميدانيه واحاطه عن ابرز ما سجله ليلى الامس وصولا حتى صباح هذا اليوم. لعله كان هناك اكثر من حدث على مستوى منطقه لبفور في استهداف لمعمل الالمنيوم، وهذا الاسقاط لهذه الطائره المسيره المقاتله، هذا حدث ايضا يستحق الحديث عنه، تفضل.
نعم محمد، بالفعل حتى الآن محمد ساعات صباح الأولى هناك هدوء حذر يسيطر على كامل الجبهة هنا في جنوب لبنان مع شمال فلسطين المحتلة، ما عدا بعض القذائف التي سمعناها منذ دقائق قليلة، ربما هي ضربت محيط عيتا الشعب أو يارون، سوف نتأكد من هذه الضربات الأخيرة. ولكن كما تفضلت محمد، التطور الأبرز كان خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، تحديدا عند الساعة الثانية تقريبا تم إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية أو هجومية. هذه المسيرة التي أسقطت وشوهدت تسقط فوق إصبع الجليل، وسمع صدى هذا الانفجار في منطقة النبطية، وأسقطت بصاروخ أرض جو أسقطتها المقاومة الإسلامية وأعلنت عن هذا الموضوع صباحا. إذن هذا هو التطور الأبرز خلال ساعات الليل الأخيرة، ولكن أيضا كان هناك اعتداءات إسرائيلية على أطراف عدد من البلدات خلال ساعات الليل، لعل أبرزها غارة إسرائيلية على أطراف مجدل زون، وأيضا كما تفضلت كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على معمل في منطقة تول المحاذية للنبطية. إذن وأيضا كان هناك اعتداءات بالمدفعية على أطراف الخيام كفركلة ووادي السلوقي. هذه هي الاعتداءات الإسرائيلية حتى الساعة، ولكن إذا عدنا إلى الأمس وتحدثنا عن عمليات المقاومة، نستطيع أن نقول أنه كان يوما مشتعلا، كان هناك رفع لوتيرة العمليات بشكل كبير من قبل المقاومة. إن تحدثنا عن عدد هذه العمليات التي وصلت إلى 13 عملية أعلنت عنها المقاومة باتجاه مواقع الاحتلال، وإن كان أنواع الأهداف التي تم ضربها ومعظمها كان تجمعات لقوات الاحتلال وأيضا دبابة إسرائيلية، وأيضا إذا تحدثنا عن الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات محمد، لعل أبرز هذه الأسلحة المستخدمة وأبرز هذه الاستهدافات كان بطائرتين انقضاضيتين على تجمع لقوات الاحتلال في موقع المطلي في محيط هذا الموقع. إذا ضربت هذه المسيرات الانقضاضية هذا التجمع لجنود الاحتلال، كان هناك إصابات مباشرة بحسب بيان المقاومة، وهذه المسيرات يبدو أنها تثبت نجاعتها مرة بعد الأخرى، لأن المقاومة تستخدمها وتصل هذه المسيرات إلى أهدافها وتصيبها بدقة، ما يؤكد فشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي في إسقاطها أو تحييد هذه المسيرات. إذن كان هذا الاستهداف الأبرز لعله أو السلاح الأبرز المستخدم البارحة. أما عن الاستهدافات التي قصفت أو استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال، فهي كانت كما قلنا في محيط موقع المطلي وأيضا مثلث الطيحات، موقع المرج، تكنة رميم، كما تم استهداف قوة خاصة في مستوطنة المنارة باستهداف مزدوج محمد، وأيضا كان هناك في قرب مستعمرة يرؤون والظهيرة والراهب، وكان هناك استهداف لدبابة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت المحاذية لقرية عيتا الشعب. أما المواقع التي تم ضربها أمس محمد هي مواقع العاصر، ويسات العلم، المالكية، وأيضا بركة ريشة. إذن هذه هي عمليات المقاومة أمس، تدل على رفع لوتيرة في هذه العمليات. هناك استهدافات نوعية، معظم هذه الاستهدافات تركزت على تجمعات لقوات الاحتلال، ما يعني تكبد خسائر كبيرة في الأرواح من قبل قوات الاحتلال بهذه الاستهدافات التي استخدم فيها أيضا كما قلنا طائرات انقضاضية، وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها، ولكنها هذه المسيرات تثبت نجاعتها مجددا في استهداف أهداف ربما يعتبر الاحتلال أنها آمنة خلف التلال التي لا تستطيع ربما الصواريخ الموجهة أن تطالها، تستطيع هذه المسيرات الوصول إليها. ولو أن الاحتلال يعمل على تغطية هذه الخسائر وعدم الاعتراف بها، إذا هذه هي حصيلة الأمس. لو تسمح لي حسين متفضلا، الحذر يسيطر على هذه الجبهة، أن أنتقل بالنقطة الأخيرة التي تطرقت إليها حول المسيرة الإسرائيلية من نوع إرماس 450 متعددة المهام، إلى العميد محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي للحديث أكثر معه حول أهمية أو الإشارة التي قد نسقيها من جراء إسقاطها. مرحبا بك سيادة العميد، لو تطلعنا أكثر على أبعاد وأهمية إسقاط هذه المسيرة تحديدا بخصائصها وماهيتها. تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم. أولا
يعني هذه المسيرة هي من المسيرات المتطورة والمتقدمة، يعني إذا بتشوف حجمها ومدياتها بتعرف أنه هذه من قمة الصناعة الإسرائيلية. هذه الطائرة عمليا مديها يعني تستطيع العمل في كافة الظروف لمدة 30 ساعة متواصلة، وتستطيع التحليق إلى حوالي 10,000 متر، يعني هي عمليا خارج نطاق الصواريخ القصيرة المدى. تحمل معدات كمستشعرات كهرباء سرية وأيضا رادارات وأجهزة تنصت وكل ما له علاقة بموضوع الاستخبارات والاستكشاف. أيضا تحمل حمولة حوالي 300 كيلوغرام من الصواريخ والمتفجرات، يعني هي عادة تستعمل للاستطلاع البعيد المدى، وعندما يتوفر هدف في الأماكن التي تصورها يمكن أن تعطى الأمر بقصف هذه الأهداف. هذه الطائرة مثل ما قلت بتتحلق لحوالي 10,000 متر، يعني لا يمكن إسقاطها بصواريخ المحمولة على الكتف. فأنا أعتقد هذه الطائرة أسقطت، يعني كل يوم عم يظهر شيء جديد عند المقاومة، أسقطت بصاروخ متوسط المدى. وهي يعني ما يقول الإعلام الصهيوني نفسه أو بعض المعلومات التي ترد أن المقاومة تمتلك أسلحة فوق قصيرة المدى، يعني نستطيع القول أنها قادرة على ضرب أهداف بحدود 10 كيلومتر صواريخ متوسطة المدى أرض جو. شكرا لك سيادة العميد محمد عباس على هذه المعلومات حول أهمية إسقاط هذه الطائرة في سياق التطور النوعي لضربات المقاومة باتجاه آليات ومسيرات الاحتلال. مرحبا بكما مجددا أستاذ سليمان النمر وأمير مخول، عذرا على الإطالة، يعني مستجدات الميدان فرضت نفسها علينا. أبدأ معك الخبير بالشؤون الإسرائيلية من حيفا أمير مخول للسؤال حول المسار العملياتي لهذه العملية البرية ومستوى تصديات المقاومة. بالأمس كنا نشاهد أيضا يعني قناصة القسام كيف يضعون مجموعة من وحدات الخاصة الإسرائيلية تحت مرمى نيرانهم ويردونهم بين قتيل وجريح. هذا المستوى من العمليات العسكرية المتداخلة حول مسافة صفر ما بين تخوم المناطق الشمالية لقطاع غزة وصولا إلى أو مناحي وسط القطاع، إلى ما يؤشر، سيما وأن المسار السياسي وفيما خص موضوع تبادل الأسرى والرهائن لا يزال قيد الأخذ والرد. بدون شك أن العدوان أو الحرب على غزة وصلت تنشئ أو تخلق مشاهد غير مألوفة حتى في تاريخ الحروب، يعني فرض على نزوح على مستشفى، على المرضى، على الجرحى، على كبار السن، على الأطفال الخدج، على الجميع، هو عمليا دفع الناس إلى حتفها وليس دفعهم إلى الخروج من المستشفى فقط. وهذه ظاهرة غير مألوفة حتى في من يتابع تاريخ الحروب، لم يكن مثل هذا المشهد. الجانب الآخر على المستوى العمليات، طبعا هناك ثمن إسرائيلي واضح المعالم ميدانيا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا، وخاصة موضوع الأسرى والرهائن في غزة. وهناك من الواضح أنه استراتيجيا إسرائيل بدأت تتورط في حربها على غزة أكثر من تنجز إنجازات تستطيع أن تأتي بها للمجتمع الإسرائيلي. كانت هناك وعود كبيرة، آمال أو بثت الآمال لدى مجتمعها أنه سوف تقضي وتبيد وكل اللغة التي سمعناها، لكن الآن يبدو أن الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة بتاتا، وأن الاستهداف هو فقط يعني بالأساس بالجوهر هو للحياة المدنية، للحياة العمرانية، للحياة السكانية، للتركيبة السكانية، وأيضا لجغرافية غزة التي قد تسعى إسرائيل إلى تقليصها وإعادة استيطان شمالها. في هذا المفهوم أعتقد أنه لا توجد لدى إسرائيل اليوم صورة ماذا إلى أين ستصل الأمور، ولم تعد تتحكم، يعني لديها دفع في الجمهور الفلسطيني في غزة باتجاه رفح، وفي وقت تدفع باتجاه التهجير،
إذا نجحت في ذلك، في فرض ذلك على حتى لو ميدانيا على مصر، لكن هذا قد يؤدي إلى صراع أكبر ويورط إسرائيل أكثر استراتيجيا مع مصر، وحالة قد تتحول لحالة حربية يعني بمفهوم معين. أعتقد أن الإسرائيليين اليوم مشهورين في يعني دائما لا ينظرون إلى موقع فلسطيني واحد، لكن ينظرون إلى مجمل الوضع الفلسطيني. وأعتقد ما يجري في الضفة الغربية الآن هو مشروع تهجير، يعني تبنى بنية تهجير متكامل في الضفة الغربية، وهناك قوى سياسية معنية في معركة الحسم ما يسمى، التي تريد فيها إسرائيل عمليا القضاء على أي إمكانية لتواجد فلسطيني كياني في داخل فلسطين التاريخية، وهذا جانب آخر. لكن ما يتضح أيضا اليوم في الأيام الأخيرة أن هذه ارتدادات هذه الحرب بدأت تنعكس على التصدع السياسي الإسرائيلي الداخلي، سواء على مستوى كابينات الحرب، سواء على مستوى الحكومة وأطرافها، سواء على مستوى المظاهرات التي ستكون اليوم في أنحاء العالم، من ناحية طبعا جبارة ستكون، لكن أيضا ستكون هناك مظاهرتان مهمتان، واحدة في القدس وهي عائلات الرهائن والأسرى في الإسرائيليين في غزة، التي قد يشارك فيها عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، وواحدة في تل أبيب التي لأول مرة يسمح بها في مظاهرة بادرة إليها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في دعوة لوقف الحرب ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وتبادل أسرى الكل مقابل الكل. يعني هناك الأزمة طبعا بدأت في مسألة النزوح، لا يمكن الحديث فقط عن جبهة واحدة في هذه الحرب، وإنما المجمل الجبهات بما فيها الجبهة الداخلية وإسقاطات الحرب عليها، قضية النزوح الإسرائيلي الداخلي، قضية الدب الاقتصادي الذي بدأت يعني الاقتصاد تحته، وقضية البعد الاجتماعي وعدم القدرة على ترميم المعنويات، وهذه كان هدف استراتيجي في البداية في هذا الشأن، وطبعا الإخفاق في موضوع إعادة الأسرى والرهائن. وهذا رغم أن هناك لا يوجد عمليا اليوم إعلام إسرائيلي، يوجد الناطق باسم الجيش وهو يقوم بالأساس بالتعتيم أكثر مما في نشر المعلومات، وهذا يعني يؤكد لكن أن إسرائيل غير قادر على تجاهل موضوع التبادل وصفقة التبادل. وأعتقد أنه هناك قوى كثيرة تشد بهذا الاتجاه. الشيء الأكيد الذي إسرائيل ليست مكترثة له هو مصير أهل غزة، مصير الغزيين، سواء بعد تدمير كل بنية الحياة في شمال ووسط وعملية وجنوب غزة سيصل الأمر، وعدم إبقاء أي إمكانية راهنة للحياة بشكل معقول في غزة حتى يصعب فيها إعادة الإعمار بهذا المفهوم. لكن أعتقد أن هذه ليست إنجازا عسكريا وليست إنجازا استراتيجيا، هذه فقط يعني تبقى ضمن محاولة ترميم المعنوي أكثر منها بمحاولة إنجاز استراتيجي، لأنه الدفع الآن هو إلى طرح كل قضية فلسطين وليس قضية غزة خالص فلسطين، وطرح حل سياسي وليس طرح حل عسكري الذي لا يمكن أن يأتي لإسرائيل بنتائج في نهاية المطاف وحده. الصحفي المتخصص بالشؤون الخليجية أستاذ سليمان النمر تحدثنا من عمان، أعتذر مجددا على التأخير اليوم. وبعد مضي أكثر من أسبوع على مندرجات وتوصيات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، ما الذي يمنع تطبيق وتنفيذ هذه التوصيات التي لعله من شأنها أن تسد بعض رمق الحاجات المتتالية والمتصاعدة لأهالي غزة إذا صح التعبير، من جراء الوقود، الماء، الغذاء، الدواء والمستهلكات الطبية وغيرها؟ أولا وقبل كل شيء لتسمح لي، صباح الخير. مرحبا بك. لتسمح لي ببعض هذه الكلمات، صباح الخير لكم، وإن شاء الله قريبا صباح النصر لأبطال القسام وسرايا القدس في غزة الذين نقبل أيديهم، صباح العز والكرامة لفلسطيني غزة الذين نقبل الأرض تحت أقدامهم. ثانيا، في حرب الإبادة التي يشنها عدونا الصهيوني على الشعب الفلسطيني ليس هناك حياد، ولن أكون محايدا. كيف أكون محايدا وأنا فقدت في غزة زوجة عمي وبنت عمي اللتان لا نعرف مصيرهما بعد أن
قصف منزلهما مما أدى إلى استشهاد 2 من أفراد العائلة وجرح 7. النظام العربي أثبت عجزه ويتعامل مع ما يجري في غزة من إبادة وكأنها قضية إنسانية وكأن شعب غزة الذي يباد كل يوم يحتاج إلى مساعدات وأكل فقط، مثلهم يتصرفون مع أهل غزة الأنظمة العربية مثل منظمات الإغاثة الدولية. شعب غزة وشعب فلسطين يحتاج إلى إرادة عربية سياسية تكسر الحصار، لا أن تنتظر مصر وبقية الدول العربية وغير العربية إذن العدو الإسرائيلي لإدخال المساعدات والوقود. هناك قرار قمة عربية إسلامية بكسر الحصار وإدخال المساعدات والوقود، لماذا لم ينفذ عربيا حتى الآن رغم مرور أسبوع عليه؟ شعوبنا العربية مغلوبة على أمرها بسبب بعض حكامها الأذلاء مثل ولي عهد البحرين الذي يصرف ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر والضربة التي وجهتها لغرور وصلف العدو الصهيوني، يصفه بأن ولي عهد البحرين بأنه عمل همجي. معظم حكامنا العرب يخشون من الولايات المتحدة التي أثبتت أنها هي العدو لشعوبنا العربية قبل إسرائيل. حكامنا العرب معظمهم يخشونها لأنهم لا يستطيعون أو لا يريدون أن يقولوا لا كفى. طبعا هم يقومون بالاتصالات لوقف الحرب على غزة، ولكن هذه الاتصالات تحتاج إلى ضغوط تهدد ليس بالنفط فقط. أرني أي دولة من الدول المطبعة والتي تريد التطبيع مع العدو سواء بسبب اتفاقات كامب ديفيد أو وادي عربة أو حبا بإسرائيل. أي دولة من هذه الدول قامت بأي عمل لقطع العلاقات مع العدو أو وقف التطبيع؟ إننا نمر بحالة من العجز العربي. حتى المملكة العربية السعودية التي توقعنا منها وكتبنا أنها ستقود العالم العربي والمنطقة، لم نرى منها دورها التاريخي المعهود بنصرة الشعب الفلسطيني كلما تعرض للاعتداء. نصرتهم بوقف العدوان عليهم وليس بالمساعدات المالية. السعودية قادرة بحكم وزنها السياسي الكبير أن تهدد الغرب ولا سيما الولايات المتحدة وتجبره على وقف تأييده ودعمه العسكري والسياسي. تستطيع المملكة أن تقول لا تطبيع ولا مفاوضات ومباحثات بعد اليوم. إن من يريد أن يكون له الدور القيادي والريادي في عالمنا العربي ينطلق من فلسطين وينطلق من تأييده لفلسطين. إن الموضوع ليس موضوع حماس والقضاء على حماس التي تعاديها بعض الأنظمة العربية. إن الإبادة الجماعية لشعب غزة ليست عشوائية بل مقصودة تماما بهدف إعادة إنتاج نكبة عام 1948 بدفع فلسطيني غزة للهرب من غزة إلى سيناء، هذه المرة كاثرين المعابر ومتجاوزين الأسوار هربا من الموت. وليست مصر وحدها في دائرة الخطر الداهم لمشروع التهجير القسري، حيث نرى أيضا تصاعد أعمال العنف الممنهج في الضفة الغربية، وهذا تمهيد لمشروع تهجير مماثل إلى الأردن وهو ما يعرف بمشروع الوطن البديل. هكذا تثبت إسرائيل أنه ليس عندها قيمة أو أثر لأي اتفاقات سواء كامب ديفيد أو وادي عربة أو أوسلو، كلها ترنحت تحت ضغوط إسرائيل. وإذا كانت مصر قد تنبهت إلى موضوع التهجير القسري وهذا التنبه عمل على تعطيله، ولكنه لم يلغى هذا المشروع. تراجعت الولايات المتحدة إلى الخلف
خطوة أو خطوتين بشأن هذا المشروع. أعلنت عن معارضتها للتهجير القسري، لكنه إعلان لا يمكن المراهنة عليه ولا يدعو إلى اطمئنان. إن اليمين الإسرائيلي بصراحته أو وقاحته يعبر عن الأهداف الحقيقية الكامنة للمشروع الصهيوني في المنطقة. فبعد تصريح وزير البيئة الإسرائيلي عن رمي غزة بالقنبلة النووية وإفراغها من شعبها لبناء المستوطنات عليها، يعود وزير المالية الصهيوني المتطرف ليدعو عرب غزة للهجرة الطوعية، وكأنه إذا كانت الهجرة القسرية صعبة فلماذا لا تكون طوعية؟ اليمين الإسرائيلي يجب أن نتابعه، فهو الذي يكشف حقيقة المشروع الصهيوني في المنطقة. ما الذي استجد حتى الآن حتى تطرح إسرائيل إخلاء القطاع من مواطنيه الفلسطينيين بعد أن كانت بالاتفاقات أو في السنوات السابقة غير مهتمة؟ ما الذي استجد حتى يتوحش اليمين العنصري في إسرائيل ويطلب من فلسطيني غزة الهجرة ويعمل على تهجير الفلسطينيين الضفة الغربية ويدفعهم بذلك؟ إنه بالحسابات الاقتصادية والمالية إنه غاز غزة. لقد تم اكتشاف حقول غاز قبالة ساحل غزة على البحر المتوسط، وهذا ما طرح السؤال عما ما طرح أطماع إسرائيل عن ثروة الغاز والنفط. إنها هذه هي أحد الأسباب الرئيسية التي استدعت سيناريو تهجير سكان غزة. بالإضافة إلى إغواء غاز غزة، فإن غزة بموقعها الاستراتيجي تدخل في حسابات مشروع قناة بن غوريون، وهو مشروع يهدف إلى تقويض قناة السويس. ثم السيطرة على غزة بعد إنشاء أوضاع جديدة يتولى السلطة فيها إسرائيل أو وكلائها. إن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة ستؤمن الممر الاقتصادي المجمع بين الهند والخليج والأردن وإسرائيل وأوروبا، الذي أعلن عنه في الهند قبل أكثر من شهر. إن هذا سيكون هدية استراتيجية. إن هذا المشروع هو هدية استراتيجية مجانية لأكثر الحكومات الأمريكية، لأكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية وعنصرية. وكان لافتا في هذا المشروع إبعاد تركيا ومصر عنه. إنما يجري في غزة هو استكمال للمشروع الصهيوني بتهجير الفلسطينيين واستكمال احتلال العدو الصهيوني لكل فلسطين من النهر إلى البحر، وتأكيد هيمنة إسرائيل على المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج. لعله أستاذ أمير، يعني أستاذ سليمان أحاط بتحديات ومخاطر الأمن القومي العربي التي يستشعرها كل قطب وكل قطر عربي اليوم من خلال تداعيات طوفان الأقصى، من هذه العملية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا مباشرة وعلانية، ومن خلفها هذا الرضا الأوروبي الناتوي. اليوم انطلاقا من هذه التحديات التي تلم بالأمن القومي العربي بشكل عام، وانطلاقا من التوازنات الردع التي تخلقها فصائل وقوى المقاومة في المنطقة، المشهد الإقليمي يترنح على أكثر من صعيد، سيما وأنه التوازن الردع اليوم لقوى المقاومة سيما حزب الله دخل بالتوازي وبمقارعة الولايات المتحدة تحديدا. وبالتالي ما بعد طوفان الأقصى، ما الذي ستحمله التداعيات والنتائج؟ يعني لن يكون يوما واحدا وما بعد كأنه يعني تنتهي الحرب وكأن الأمور تعود إلى ما كانت عليه. لن تعود إلى ما كانت عليه. يتحدث متدحرج تاريخيا له أثر كبير على المنطقة، على مستوى الدول، على مستوى الأمن القومي العربي ككل بدون شك، وعلى مستوى القضية الفلسطينية.
لو أخذنا يعني فقط وضع الولايات المتحدة قبل شهر أو قبل 40 يوما واليوم نراه في تراجع في المنطقة. لو أخذنا دور إسرائيل وأثرها في المنطقة بما فيها مع الاتفاقات الأبراهامية وبما فيها من نفوذ كان لها نراه في تراجع. إسرائيل يعني الولايات المتحدة استشعرت ضعفا ولم تستشعر قوة في هذه الحرب. من هنا أتى تدخلها الكبير الحربي، وليس فقط تدخلها أو حضورها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والدعم المالي. لكن هناك واضح أنه في هناك تراجع، وفي هناك النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب يأتي يزعم على المنطقة ويغير من مفاهيم الدول. وأعتقد أنه المهم كان لفت النظر أنه التطابق بين الأمن القومي لبعض الدول وبالذات مصر والأردن مع الأمن القومي العربي ككل، وهذه حالة مهمة كانت، لأنه منع موضوع التهجير أصبح موقف عربي مجمع عليه من المحيط إلى الخليج كما يقال، وهو الموقف ثابت لأنه لا يمكن السماح به لا أخلاقيا ولا سياسيا، وأيضا ليس بمفهوم الأمن القومي بأثره على مصر وعلى الأردن ومفهوم مشروع الوطن البديل. فالمعركة في هذا المفهوم الاستراتيجي، إسرائيل تراجعت والولايات المتحدة تراجعت، لم تعد تستطيع أن تكون قوة يعني اللي ممكن الركون عليها الولايات المتحدة، إنه ممكن هي تأتي إلى بنتائج أو بأفق سياسي بهذه المنطقة. باتت كمتبنية رواية واحدة إلى آخر حد، باتت هي صاحبة الرواية عمليا وليست فقط متبنية للرواية الإسرائيلية، هي تقود الموقف الإسرائيلي، هي تحدد حدوده، وهي تقرر حتى في الكابينيت، وهي تقرر على المستوى الميداني وبنفوذ هائل يعني في المستشارين التي أرسلوهم أو بمشاركة الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، وهذا شيء غير مألوف يعني. لكن هذا دليل أنه صاحب القرار الإسرائيلي اليوم هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترفض وقف إطلاق النار، فلا يوجد وقف إطلاق النار حتى لو مجلس الأمن قرر، حتى لو يعني هدى إنسانية، لكن تبقى هذه ضمن محدوديات يعني المساحة التي تستطيع إسرائيل أن لا تدعم فيها إلى هذه القرارات، وبدعم أمريكي بدعم غربي. لكن مهم أن نرى أيضا أن الدعم الغربي المطلق بدأ يتصدع، وهذه إنجاز للشعوب العالم، إنجاز لفلسطين، وإنجاز للحالة الفلسطينية، لأنه قضية فلسطين هي قضية عالمية وليست قضية محلية، هي رمزية فيها رمزية لكل شعوب العالم أكثر من أي قضية أخرى اليوم. وهذا نراه في بريطانيا، نراه في لندن، نراه في نيويورك، في واشنطن، في باريس، في كل عواصم العالم وفي العالم العربي طبعا والعالم الإسلامي، لكن بالأساس في العالم الغربي، لأنه هناك نوع من الانتفاضة على الطبقة السياسية. في بريطانيا نرى أن حزب العمال يتصدع يعني تماما في حالته بسبب موقفه الداعم لهذه الحرب. الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة هناك تهديد ببقاء بايدن في الحكم عمليا او إعادة انتخابه بعد هذه الحرب. طبعا من يعني من شبه المؤكد ان نتنياهو بدأ يلعب في الوقت الضائع ولن تكون له قيامة سياسية بعد هذه الحرب. لكن لا توجد بدائل ايضا في اسرائيل، يجب ان لا نكون يعني لدينا اوهام كان هناك من هو ألطف من نتنياهو في الموضوع العسكري. نتنياهو قد يكون متحفظا أكثر من جانس ومن جالانت ومن الجيش يعني في موضوع الجبهة الشمالية في فتحها وفي موضوع الاجتياح البري. في الموضوع السياسي هو أكثر سقرية، وهو من هنا يهتم في موضوع الضفة الغربية ومصيرها وإعداد البنية إلا منع حل أي حل القضية الفلسطينية بعد هذه الحرب. فهناك تحولات أنا أعتقد استراتيجيا الوضع يتغير، ليس في صالح إسرائيل ولا في صالح الولايات المتحدة، لكن إذا كانت هناك كله يعتمد على القرار الفلسطيني وعلى القرار العربي، هناك أهمية أنه كان في قرار عربي حتى لو دون المتوقع لكن وحدوي وموحد، وهذا أثبت وجوده. في إفشال موضوع التهجير كان أهمية للموقف المصري والأردني كما ذكرنا وموقف الإجماع العربي بعد ذلك. وهناك إنجازات أعتقد يجب أن يرى العالم العربي لديه مواطن قوة وأدوات قوة أكبر بكثير مما استخدم لحد الآن.
شكرا لك. شكرا لكما الخبير بالشؤون الإسرائيلية أمير مخول من حيفا، والصحفي المتخصص بالشؤون الخليجية من عمان سليمان النمر. وبطبيعة الحال شكر لشبكة مراسلين الذين واكبونا خلال هذه الساعة. شكرا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة. على رأس الساعة تلقاكم زميلة مايا رزق في ساعة أخرى. إلى اللقاء.